للتعليق على هذا الموضوع ينضم إلينا من برلين عبر سكايب الصحفي المتخصص في الشأن الألماني والأوروبي سيد عبد الرحمن عمار. أهلا بك سيد عبد الرحمن. ألمانيا كانت في السابق أيضا تفرق بين الذراع السياسية لجماعة حزب الله وبين هذه الوحدات العسكرية التابعة له. ماذا يعني هذا القرار الجديد من ألمانيا بفرض حظر شامر على حزب الله في أراضيها، وما تأثيره العملي على الحزب؟ نعم، هذه الخطوة دليل على أن الحكومة الألمانية لديها حقائق ومعلومات بأن أيضا الجناح السياسي للحزب يشكل خطرا ويتنافى مع المبادئ والقيم الديمقراطية الألمانية. إضافة إلى ذلك، الجناح السياسي الذي يصل عدد أعضائه هنا في ألمانيا إلى حوالي 1000 شخص يقومون بنشر أيديولوجية الحزب وسط المسلمين ووسط الجاليات هنا، وأيضا هم مصدر مالي مهم لأنشطة الحزب وتحركات الحزب على اعتبار أنهم يجمعون تبرعات كبيرة. بعض وسائل الإعلام الألمانية تقول أن بعض مصادر تمويل الحزب تأتي أيضا من تجارة المخدرات. ماذا يعني هذا القرار؟ هو تضييق الخناق عليه، سيعاقب كل من يرفع رموز الحزب، كل من يجهر بالانتماء له، وأيضا ربما تكون له أيضا تداعيات كبيرة على مستوى حزب الله وعلاقة ألمانيا بلبنان. طيب، يعني كان هناك دعوات كثيرة سابقا من أحزاب ألمانية وسياسيين أيضا في الداخل الألماني ومن الخارج، أيضا كان هناك ضغوطات من الولايات المتحدة وإسرائيل، ولكن لم تقدم على هذه الخطوة. لماذا الآن قررت في هذا التوقيت الذهاب بهذا الاتجاه؟ ألمانيا سبق لها أن صنفت حزب العمال الكردستاني كمنظمة إرهابية وأيضا تنظيم داعش الإرهابي. فيما يتعلق بحزب الله فكانت هناك مطالب من الأحزاب السياسية الألمانية والكثير من المنظمات أيضا لحظره على اعتبار أنه يشكل أيضا خطرا. وزير الخارجي الداخلية الألماني يقول أو قال في أكثر من مناسبة بأنه تتم مراقبة تحركات أعضاء الحزب على التراب الألماني، وربما من المرجح أن هناك تعليمات بأن الحزب الآن في جناحه السياسي يشكل خطرا حتى على الأمن الألماني والأوروبي. طيب، تحدثت عن أن من شأن هذا الحظر أن يؤثر على العلاقات مع لبنان، ما هي عواقب هذا الحظر بالنسبة للعلاقات الألمانية مع لبنان، وهل من شأنه أن يؤثر أيضا على الداخل اللبناني أو على الجالية اللبنانية في ألمانيا؟ على الجالية اللبنانية ككل لا، ولكن بالتأكيد كل من ينتمي إلى الحزب ويتبنى إيديولوجيته ولا ينضبط لقرارات السلطات الألمانية بتجميد كل أنشطة متعلقة بالحزب. أما فيما يتعلق بلبنان كبلد فأكيد أن العلاقات الخارجية الألمانية ستأخذ بعين الاعتبار وجود حزب الله و الموالين له من عدمه في الحكومة وفي التشكيلة الحكومية، وسيؤثر ذلك بكل تأكيد على مستقبل العلاقات ليس فقط بين لبنان وألمانيا بل أيضا لبنان والاتحاد الأوروبي. شكرا جزيلا لك من برلين المتخصص بالشأن الألماني والأوروبي سيد عبد الرحمن عمار.